لكم متابعي قناة صوت على سات تي في كما تشاهدون من هذه المباشرة وسط مدينة الدار البيضاء بالضبط من منطقة أناسي بالسلام جوج. تشوفوا معنا هذا المحل هذا اللي فرقعوا ليه المحل ديالو وداو ليه تليفونات وداو ليه شي فلوس كان حاطهم هنايا ونشدها كاميرا المراقبة وشادينو بزاف د الحوايج هنا ولات هاد الكارثة كبرى اللي ولينا تنسمعو هنا بمدينة الدار البيضاء. غادي تشاهدوا معنا صاحب المحل اشنو تيقول على قبال هاد المشاكل هادي. واش نقول لك دابا حنا كنا نهار لحد بالليل مشينا سدينا مع شي 10 الليل بحال اي محل ما كاينش غرام ديال المشكل. اذا بينا الصباح ديال الاثنين مع شي 11 لاروب تعيط لي الجار ديالي تفاجات باتصال ديالو اذا بيه تيقول لي راه ان المحل ديالك راه مفرقع المحل راه محلول ومفرقع ما عرفناش ما قدرش هما يقربوا هذاك الشيء. جيت انا على يعني زيت طوموبيل جيت نجري دابا تندخل في المحل تلقى كاع التليفونات مشاو لي زاكسيسوار كاينين شي حوايج بحال هادشي ديال لي باف وداك الشيء الكبير والمسائل كلشي مشى ما بقى حتى حاجه ما بقى حتى شي حاجه. عيط التليفونات اللي مشاو تقريبا التليفونات شحال ساوي تقريبا وكاينه 84 تليفون اخويا 84 تليفون كل سمارت ابار هذوك التليفونات الصغار اللي تنقولوا لهم حنا العدو يعني الاجمال ديال التليفونات غتكون واحد 5 مليون ونص زائد فلوس ليكيد داو شي 7000 درهم ديال ليكيد ابار فلوس الروشارج ابار هذاك الشيء ديال لي زاكسيسوار بحال ديال لي باف وداك الشيء داك الشيء كاع ما حسبناه كاع شي يعني في الاجمال تكون شي انت كاميرا هاي كاميرا كاينه اخويا كاميرا المراقبه اما هنا فين تيفرقعوا في المحل او تعاود لينا اش اخويا هنا ندور لك التلفازه هنا مضاربين مع الباب هنا المراقبه شاده هما مشاهدين هنا هنا الله تي مضاربين مع الباب ضاربين مع الباب هنا تيفرقعوا فيها وراه هما الزوج هادوك جوج الناس جوج الناس ولكن الغالي في الامر معاهم شي واحد اخر حيت واحد الوقيته فين غيبداو يخرجوا في السلعه غيبداو يخرجوا ويديو فيها تيديو تيحطوا تيعاودوا يرجعوا يعني كاين شي واحد اللي معاهم ما كاين شي شي هنا راه فرقوا القفل هنا راه فرقوا القفل غيمشيو واحد خمسة دقائق باش يرجعوا يفرقوا القفل الاخر ديال الداخل وهنا رجعوا لا في غير رجعوا شي حلوا الباب او شنو يحلوا القفل الاخر مشاو شي ربع ساعة باش رجعوا شي هما جاوهمو الكلبه ديالهم بالزناوه بمسائي يعني ما خايفينش حنا مشكل الدوره ديال الامن ما كايناش الدوريات الليليه ما كاينش بحال ما كاينش دوريه ساعه الله راه هما خدامين ما يمكنش كانت دوريه امنيه ما ما هنا دابا غير رجعوا راه هو هز مطرقه وهز مع البيران باش يفرقع القفل ديال الداخل يعني كاين السيبات اناسي هنا فيه السيبه ديال بصح هنا شي درتو نتوما ديكلاراسيون ما درناش ديكلاراسيون حنا جا الامن فعيطنا عليه جا هنا المحل جات الشرطه العلميه هزات البصمات هزات المسائل وباقيين تنمشيو تيقول لك باقي ما كاين والو باقي ما جاوش باقي ما بانوش ولكن حنا هادشي ماشي في الصالح ديالنا حنا حيت حنا عندنا الرباع انهم يتشدوا في اقرب وقت حيت السلعه دابا نقولوا واش باقا ولا باقا يعني تشدوا كون بعدا غترجع لك واحد 50% ديال السلعه و 50% الاخرى تقدر تعرف فين كاينه ولا ولكن طال الوقت وضربات فات السيمانه وجوج السيمانات كيعرفوا كيفاش يتصرفوا في السلعه حتى السلعه غادا تتباع وغادا تفرق هادشي اللي كاين خدامين عادي تيضرب بمطرقه بمسيطه يعني بحال الرجوج ديال النار يعني تيضرب عادي جدا ما هو الجيران وماشي سكن اقتصادي ولا راه سكن يعني عادي يعني راه تضرب غير تدق غادي تسمع اللي حداك ولا جارك ولا هذا هو اللي كاين. لا الجيران ما كاينش، الجيران ما كاين، حتى واحد ما خدم، الجيران قال لك كلشي خايف منهم هنا، حتى واحد ما تيقدر يهضر معاهم، هما دابا طاغين، واحد فيهم راه عنده 140 بلاد. اللي هما معروفين؟ معروفين ولا الدرب معروفين تيدوروا هنا، سرقة عادي جدا ما كاينش غرام ديال المشكل. واحد فيهم راه عنده 140 بلاد، وكيفين هي الشرطة هذه؟ 140 بلان في منطقة أناسي فيها الضرب فيها الجرح فيها محاولة القتل كلشي. واحد راه ما ديري يا ما نحاولوا نقلبوا الفيديو باش نشوفوا الواقع كيف غيوقع انا عندي لك ديال الداخل هو ديال الداخل اخويا الله يرحم الوالدين اخويا الله يحفظك ها هو اخويا ديال الداخل ديال الداخل هنا في غيتحل الباب داخل هنا تيتقداو عادي عادي ما كاينش
لا خوف لا حتى حاجه، عادي حل سادين عليهم الباب. الكلب عندهم اجناهم هما بحال ولينا عايشين في غابه، غابه ولينا عايشين فيها، يعني اللي القوي القوي ياكل الضعيف، قوي ماشي بالناحيه البدنيه، قوي الجنويه بخرج معاه كلب يعني ما عنده ما يخسر هو. هزو تيهز التليفونات غيبدا يعمر في جيبو كاينش مرتاح. منين جاو الشرطة العلمية وهاد الشيء خداو ولا البصمات؟ جات خويا الشرطة العلمية خداو البصمات، جات الدراري ديال الدائرة تا همايا، وهذا الشيء اللي كاين دابا راه مشينا قال لك حنا راه هما يعني تيقلبوا عليهم، ولكن أنا ما بان لي والو الصراحة، أنا ما بان لي والو حيت مهما هربانين وهذا وما كاين لا روشيرش لا حتى حاجة راه ما كاين والو، حنا تنطالبوا أخويا بغيناهم يتسدوا في أقرب وقت، ما كرهنا ما كرهناش حنا الحموش يتدخل في هذا الأمر، حيت هذه المنطقة هذه ديال أناس يعني بنادم واكل العصا ديال بصح. يعني الناس خايفين تيشوفوا الظلم قدام عينيهم حتى واحد ما قادر يهضر يعني اي واحد انا تيبان لي شويه بنادم غيولي بنهار غيولي يدي وليديه الا يعني بقى بحال ما كره شويه بنهار بنادم مع العين باين غيولي يبدا يحيد وليديه لا ولي حموش يدخل على الخط باش نشوفوا هذه القضيه هذه وماشي احنا الناس اخرين كلهم متضرين ماشي احنا احنا وواحد الناس اخر واحد السيد هو مزريه يعني هذا الشيء ما خاصو يكون كل حد حيت ولينا تنحسوا راسنا في بلادنا في بلاد الحريه وبلاد الامن والامان ولينا تنحسوا براسنا بحال عايشين في غابه يعني القوي ياكل الضعيف وحنا ولاد الناس ماشي شي واحد اللي مخيبين حنا غنمشيو غندو نهزو جناهم ونبداو نديو ديال الناس راه عندنا والدينا عندنا وليداتنا عندنا سميتو خدامين عليهم حلال يا رسول الله يعني ما باغينش حنا فينا نمشيو نهزو ولكن والدينا ما ربوناش على داك الشيء ربونا على تقلب على الحلال حنا جينا حلينا هذا المحل باش تقلبوا على الحلال ماشي نمشيو نديو ديال الناس ولا وهذا هو اللي كاين اخويا. السلام عليكم متابعي قناه صولا على سات تي في، كما شاهدتم هذا المباشر هذا موسم مدينه الدار البيضاء بالضبط بنفس المكان المباشر للشو اللي داز دابا هنايا باناسي اللي تتشاهدوا هذا المزرع هذا تا هو تمت السرقه ديالو هنا في هذه المنطقه هذه بصراحه ولاو الناس خايفين على ريوسهم. مزرعة في نظركم شحال غيصور مسكين كاع تصور تيدير غير الزريعه معمر بواحد 2000 درهم ولا 3000 درهم عنده لي كارت داو لهم التليفونات ديالو هو هيا وداو ليه شي حاجه اللي خفيفه ولكن داو ليه فلوس اللي كان حاط هو هنا في المحل كان مسكين تيوجد باغي يمشي واقيلا عند العائله ديالو خلاوه مسكين خلاوه على الدس ندوز عندو تما حسن باش مبقاوش عيب الله بس زعما نبرطوك صباح لينا على الديرونجمو كما تشاهدوا معنا متابعين قناة صوت الصوت هذا رسالة تي في هذا المباشر هذا صاحب المحل هو معنا جيت المحل في الصباح لكن تحدد لنا الموقع من الاول اش من بلاصه والمكان باش المتتبعين يعرفوك اش من اناسي حنا فناسي حي اسمي حي السلام مشروع حي السلام اييه فناسي سلام واحد زنقه واحد ما كيفاش وقع لك جيت المحل في الصباح لقيت القفل مهرس ليا ديال المحل جيتي لقيتي قفل مهرس قفل المهرس خليتي المحل دخلتي دخلت لقيت رزقي مشى ليا فلوس تعبئه ثلاثه البورطابل ديال الدينو كلهم مشاو ليا ثلاثه البورطابل ديال الدينو انت باش تشربي كنشري بهم الكليان واه كلهم مشاو داوهم كلشي داو لي شي حاجه من الساعه تاع كل ساعه كل حاجه داو لنا شويه شويه من اللوز ما كيهزو كل حاجه هزو منهم تقريبا الفلوس ولا شي حاجه شحال من تقريبا تكون واحد تقريبا انا بالنسبه لك شي اللي كنخدم به بس شي 2000 درهم تقريبا هذه فلوس وعاد فلوس اخرى اللي كان في الديليرات راه كنت ديلير فيها 1000 درهم سميتو اللي كاينين في الديليرات كاين كلشي ثلاث ديليرات كان اوروج اتصالات انوي وحده فيها 1000 درهم ما نجيبش شي حاجه باقي لهم شي حاجه اقول انت مشارجي تليفونات كل وحده فيها 1000 درهم ديال الشركه اه ديال الشركه كنشارجي بحال هكا في الاخر جيتي تلقيتي التليفونات مشاو مشاو ولا كل واحد 3000 درهم ديال الروشارج تقريبا تقريبا كلشي مشاو انت واحد 2000 ولا 1000 درهم اللي عندك ديال الفلوس سميتو السلعه من الناس انا باقي ما حسبتش كاع انا ديال السلعه اللي مشات ليها كلشي لقيتو مشاو يعني خلاوني ما قدرتي ندير حتى شي حاجه ديكلاريتي لا جينا ديك الساعه ملي جيت انا جاو البوليس هما اللي اصلا المحلات اخرين تخونوا هنا جاو البوليس وقفوا قال لي واش انت اللي عيطت قلت له انا ما عيطتش قلت له ولكن انا كنت غنعيط لكم راه
حتى انا عندي مشكل، قال لي شنو قال لي وقع لي ولا وقع لي، فعلا جاوني فهاديك الساعه هذيك. تعرفوا على الناس هذو؟ جاو شافوا الكاميرا السيد اللي جاري قال لك شافوهم في الكاميرا، والتليفون اللي سميتو في الكاميرا شافوا في الكاميرا عارفينهم، الناس اللي وحدوا ولا الدرب شافوهم سميتو عرفوهم، يعني نعتوهم لان عرفت انا دابا وليت عارفهم. مش كنعرفهم دابا انا اسمي، لان قالوا لي اللي كاين اللي كاين شوف وراوك الملامح وراوك المحاجم كنعرفهم يعني كنعرفهم. الا بانوا لك تقدر تعلم معلوم غادي نعلم، ما يمكنش ضروري غنعلمهم تعلم من جهه المسؤوليه. اي ضروري ضروري راه انا وكل سميت راه ما يمكنش غادي نزكى، راه كاع واخا يكون غير شي واحد جاري كاع بلا يكون انا راه غنعلم، ما يمكنش الناس كيشوف المركون كيشوف الناس كيديو يمشي لهم رزقهم، عيب حشومة على هادشي كيدير، عيب الانسان كيبدا يترزق وحنا لا ما كاينش كيخلوا سعيد عباد الله سميتو. حنا دابا باش نخدموا ما بقيت حتى الجو ديال الخدمه ما بقاش عندي باش نخدم، ما هو مسكين دابا بحال اللي خلاوك عالب وخلاني عند التصل انت كتشوف كلشي على عينك اسمعي السلعه انت كتني في السلعه ما بقاش عندي باش نتقدم يعني حتى شي حاجه، والناس باقي كتسنى كريدي انا في هادشي ديال الدراسه باقي كتدير هذيك البركه باش حيد هذيك الكريدي. اي باش حيد الدراسه سميتو تابعني فيها الكرا الضو سميتو راه الشهر دابا باش نخلص الكرا ما عنديش باش نخلص الكرا دابا كيف انت يلا ام الكرا ما غيعرفش هادش ما عرفتش تخونتي ولا ما تخونتش هو كيعطي رزقه فعلا. شنو هي الرساله ديالك جهه المسؤوله والمطالب ديالك؟ انا كنطلب الله سبحانه وتعالى. عندك الماكله ولا قبل؟ انا شوف بغيت السلطات باش الماكله ان شاء الله يحاولوا يشدوا لينا هاد الناس، راه تكرفصوا على عباد الله بزاف وتكرفصوا على بزاف هاد الشيء بزاف، هاد الشيء كيخوف بزاف، راه الناس البنات بزاف اللي داز من هنا كيمشي للبورتابلات في عباد الله بزاف الناس كتشكى، هاد الشيء راه كاين هاد القضيه كاين قبل شحال هادو هاد الشيء كاين في هاد المشروع هنا ديما كاين هاد المشاكل ماشي هذا المشروع مشروع ديال السلام واحد هذا تحت انس هاد الشيء كاين ديما هنا الناس كلش كتشكى جات مسؤوله الحمد لله جاو داروا المواد لا الحمد لله هما جاو وسميتو ماشي الله يرحمهم اللي جاو كلشي ودار سميتو خدموا بصمات البس كلشي جاو ماشي ما جاو ما صراحه خدموا خدمتهم ماشي ما جاو ونطلب الله سبحانه وتعالى في اخر المنطقين يشدهم لان هادشي بزاف واي باش يبرد لنا هادشي اي برد لنا خاطرنا حشومه لا انا عيب اصاحبي الانسان مقبلين على شهر رمضان واي راه صاحبي الانسان الظروف والمعيشه غاليه وكل شويه سايم نجي وخلي الانسان نمشي للدار ويجي يلقى رزق ونشري عيب اصاحبي راه حشومه لا راه حنا في بلاد الحق القانون هادي راه ماشي السيبات ماشي اللي يجي يبدا يهرس البيبان ديال عباد الله الناس لا الناس كترزق الله ويجي واحد يجي يديها بارده حشومه راه عيب هادشي كيديروا وهذا هو اللي كاين اليد ديالو جاي حل المحل ديالو مسكين لقاه مفرقع المحل دخل تيجي تفاجأ مشات ليه الفلوس مشاو ليه التليفونات فيهم راهو شارج اللي بحال اللي قلتي لا رباح لا راس المال الدولي مسكين كلشي خلاوه على الدرس ومقبلين على شهر رمضان ومسكين تيقول لك انا ما بستطعتيش ما عنديش اشنو غندير هنا تيبقاو اسئله مطروحه نطلبوا من الله عز وجل توقف معاهم كثيره في الجهات المسؤوله باش يوقفوا معاهم وتقولوا بالنسبه لهنايا بالسلام جوج ما تدوزوش رجال الامن رساله لرجال الامن على منطقه اناسي باش يحاولوا يتحركوا هنايا بهذه المنطقه هذيك اللي هاد الناس اللي تشكاو منها حنا ما علينا نوصلوا غير الصوت ديال هاد الناس هادو ولا كانت شي حاجه تتبقى علامه استفهام تبقاو اسئله مطروحه تعليق المواطن هو اللي غيقدر يحكم على كل حاجه كاينه الى هنا متابعي قناه سوداء دراسه تيفي غادي نخليكم الى مباشر جديد ان شاء الله تحياتي لكم.